السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا أعزائنا الفلاحين. إذا نعود إليكم من جديد عبر قناتنا الفلاحية مرة أخرى، نعود إلى شجرة التين، نعود إلى كل المبتدئين وأيضا لكل الفلاحين الجدد. إذا نلاحظ معكم متابعينا الكرام شجرة التين. إذا نتابع معكم هذا ذبابة القيح، ذباب التين الذكري، كما نشاهد معكم في هذه الصور.